بعد الموت مفيش فرصة. بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا. ضاعت الفرصة. كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين الدقيقة، دقيقة واحدة مش لاقيينها. وانت عندك عمر ربنا ادهولك تقدم فيه توبة، فلا تتهاونوا.